أهلا وسهلا، اليوم بسوي معاكم كيكة الأوريو بأربع مكونات بس. راح استخدم للوصفة قلايت وفرن هوم إليك من قصر الأواني بساعة 18 لتر. للوصفة عندي هنا بسكويت أوريو أرتبه بالصينية بهالشكل، احتجت 16 قطعة. أضيف لها 16 ملعقة من الحليب السائل، أكسر الأوريو وأذوبه بالحليب لما يذوب تماما. أضيف الدقيق والبيكنج بودر وأقلب كل المكونات مع بعض وعلى القلاية الهوائية. أسكر القلاية وأختار خيار الكيك وأتركها لما تستوي لمدة 12 دقيقة. هنا عندي بعد ما استوت أتركها على جنب تبرد شوي. والآن أجهز للصوص. راح أحتاج للصوص أوريو مكسر وأضيف عليه الحليب وأقلبها مع بعض. أضيف السكر والكاكاو البودرة والنشا، أقلب كل المكونات وأرفعها على نار هادية لما يثقل الصوص. هنا عندي الكيكة بعد ما بردت شوي أصب عليها الصوص وهو حار. أزينها بالفراولة، ممكن تخلونها زي ما هي بدون تزيين، وزينتها كمان بأنصاص الأوريو. وبالعافية، من أجمل وألذ الكيكات اللي ممكن تجربونها، سهلة وبسيطة وما تاخذ وقت، في أقل من ربع ساعة تكون جاهزة. قوام الكيكة مع الصوص جدا رائعة ولذيذة، بإذن الله بتعجبكم، جربوها وروني تطبيقاتكم.